يا لبا يا رشيد، تقول لي وش اغلى البل عندك بشاميها اللي مسميها الوالد او انت؟ عندي ذا الحين قعود، هذا اغلى الحلال عندي. قعود الله. وش اسمه؟ نظيم. وش اسمه؟ نظيم. نظيم الله. كم سنه؟ كيف كم سنه؟ كم سومها اقصد؟ كم قيمته في السوق؟ لا سومها ما فيها، لا نفحص عن السوم. ما نفحص ولا لا نصرح؟ لا نصرح. انت خريج معهد آلات صناعية؟ صحيح. ما شاء الله في معهد الجبيل التقني. بس في إشكالية عندك في مخارج الحروف. والله اللي يعرفني زين الحروف مرة تصيب ومرة ما تصيب. ارفع صوتك. أقول حروف مرة تصيب ومرة ما تصيب. يعني تشتغل على آلات أفضل ما تشتغل على نفسك؟ إي على الآلات، وأنا أحب الشغل اليدوي. شغل يدوي مثل الميكانيكا وهذه الآلات الصناعية. أعطيك ورقة وقلم ترد عليك كتابيا بدل ما ترد؟ لا لا، أنت إن شاء الله تقبل. أنت قلت ما فيها رسمية، وأنت يجيك الكلام ورتبه وتقبله. حلو حلو، نبي نحل الكلمات المتقاطعة. هذه نبيها خدمة منك. جميل. عندك بس القعود اللي القعود هو أغلى شيء ولا الحلال واجد؟ طيب ذكرت ناقة باسمها هنا في البرنامج. ها؟ ذكرت ناقة في البرنامج لها اسم. وين؟ في البرنامج ذكرت انت ناقه معينه وذكروا لك ناقه معينه. والله ما ادري، 45 يوم والله ما ادري ايش ذكرت. ما ادري. ما في خلاف، يعني بس القعود هذا هو اللي غالي عندك. القعود هو اغلى الحلال عندي. ما زلت عند البل تروح وتجي؟ نعم. حتى يوم طلعنا في 24 ساعه في اليوم الوطني، اول ما رحت للبل. تنام عندها يا رشيد؟ نعيش عيشتنا فيها، ننام فيها ونشد واللي عرفنا قبل شوف تصاويرنا. طيب عموما علاقة الوبال ببله يعني علاقة من يعني من أوطى